هذه امرأة تسأل فتقول تقول إن زوجها يشاهد الأفلام المحرمة والإباحية، تقول دعوته إلى التوبة وتكرر منه هذا الأمر حتى صرت أكرهه. سؤالها: هل يجوز لي أن أطلب الخلع في هذه الحال؟ إيه نعم، إذا كان إنه ما تاب منها ويتابعها فهذا يعتبر خطر على عرضه وعلى عرضه وعلى عرض. فإذا طلبت الفراق منه عند الحاكم، والحاكم هو اللي تولى هذا إلى الحاكم. نعم.